جيت تبرعت في هذه الحمله ديال التبرع بالدم اللي دارتها المندوبيه وجمعيه ديال الجمعيه ديال النجده. جينا تبرع مليون الدم للعمليه ديال السي سلام، كلشي متوفر هنا الحمد لله. باش داك الشيء ديال 100% هذا غير اليوم الاول ان شاء الله. رانا حنا فتنا دابا 100 بوشيت، 100 كيس من الدم ان شاء الله. باذن الله اليوم في العشيه راه ممكن نوصلوا 150 او 200، وغدا ان شاء الله رب العالمين غادي نتجاوزوا 400 كيس باذن الله. كنشكر جميع من شاركنا ومن ساعدنا في هذه الحمله بلا ما نذكر حتى شي اسم. كنشكر الساكنة الطاطا رجالا ونساء، شبابا وشابات، كنشكرهم جميعا جزيل الشكر. كنقول لهم جزاكم الله عما اسديتم خيرا، لانه هذه الحمله هذه كنقولوا كما كيقول المثل غيتو غيركم بدمكم، غدا دم غيركم يغيدكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حمله تبرع الدم تندرج اساسا يعني في النداء الجهوي، ان المخزون ديال الدم في المركز الجهوي لتحقق الدم يعني سجل، وهذا يعني بشكل استعجالي. نضمنا هذه الحمله ان شاء الله بشراكه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، الجمعيه الاقليميه للتنميه والمحافظه على التراث، جمعيه النجده للتبرع بالدم، وجمعيه الطاطا. هذا يعني هذا التبرع يندرج اساسا في التعاون والتكافل بين جميع المواطنين لانقاذ يعني مجموعه من ارواح المواطنين بدون استثناء. كما يعني يكون في علم جميع المواطنين ان اللي عنده البطاقه يعني يمكن يستفد بالمجان من هذا يعني من هذا الدم البشري، يعني بعيدا عن مجموعه من المغالطات اللي كاينه عند الاخوان.